شيخ صالح يعني مثل ما ذكرتم حفظكم الله حول هذه الرسائل، لماذا تظهر هذه الرسائل بين الفينه والاخرى وتكتف وتختفي ثم تعود؟ أنت تعلم أن هناك مخرفون أن هناك مخرفين يريدون أن يروجوا البدع والخرافات وقد وجدوا ضالتهم المنشودة في هذه الجوالات. لا يدرى منهم ويروجونها فالإنسان الطامع يأخذ بالوعد ويوزعها طمعا في الوعد الذي رتبوه على توزيعها والإنسان الخائف والجاهل يخاف من الوعيد الذي ذكروه فعلى المسلم أن يرفض هذا وهذا وأن ينكر عليهم ولا يوزعها نعم